كده الريكورد شغال. طيب خلينا نعمل هنا كومنت. تعالى ناخد الوايل. الوايل بمنتهى البساطة يا ولاد نفس فكرة الفور لوب. بنعمل وايل هنا ونحط كونديشن يا ولاد. حلو. ونفس الدو والدن. فانت ممكن مثلا تعمل هنا ان الاي بت ايكوال زيرو وتقول طول ما الاي هنا اقل من العشرة ايكو اي. وما تنساش ان انت لو عايز تعمل اي بلس بلس يا ولاد لازم تحطها بين دبل ايه دبل برنسيس صح كده عشان تعمل ارثماتيك اوبريشن. تعالوا نرن السكريبت. ليه زعلان في اللاين 83 اصلا؟ ماشي ليه زعلان يا ولاد في اللاين 83؟ حد عارف؟ خلي بالكم انها يا ولاد مهمة. ايه طب ايرو كده الايرو السبيس هندسة السبيس صح كده حبيبي الله ينور عليك. الحاجات دي مهمة يا ولاد خلي بالكم منها من البروجكت. فنلاقي من زيرو لتسعة. انا فاكر اول مرة اشرح باش كنت بعمل حاجات زي كده بقاصد. ففي حاجات بقى كنت بعملها قاصد وحاجات بغلط فيها وانا شغال فالموضوع بهوى يعني. فبقيت اسيبها للظروف بقى هي اللي تجيبها. بقيت في ايه اقصد حاجه يعني. طيب فنفس الكلام هنا يا اولاد بنحط هنا الكونديشن. طبعا لو انت عايز تعمل انفينيتي لوب يا اولاد هتعمل وايل ترو وايل ترو هنا اعتقد الوايل ترو شكل كان وايل ترو ولا ايه. بس خلينا نجرب كده نشوف مثلا ريد داش بي انتر فاليو مثلا ونخزنها في انبوت مثلا ونعمل اف كونديشن. لو كان قيمة الانبوت دي بت ايكوال اكزيت طبعا احنا عارفين ان في كيورد اسمها بريك بتخرجنا من الفور لوب يا ولاد صح او من اللوبينج عموما صح عارفين الجامبنج كيورد بريك وكونتينو. طيب هل حطهم في الجافا سكريبت ولا ده معلومات قبل كده؟ هي معروفة في مع الدول بنستخدم البريك أو الكيس. بس انتوا ما خدتوهاش في كورس قبل كده يعني؟ أعتقد خدناها مع الكيس في الجافا سكريبت. طيب طول ما انا قاعد بدخل انبوت كده اولاد اي انبوت هيفضل يلوب لما لا نهايه لغايه ما يجي الكونديشن ده ويبريك صح. فانا كده عملت انفينيتي لوب. ولكن معلش سامحني يعني انا بيجي لي العصبي من الجامب كوردس يعني. ليه؟ وجهة نظر يعني. انا وجهة نظري ان انا ما بحبش. وعلى فكرة وجهة النظر دي يعني مش شخصية بس دي يعني في اكتر من ديفلوبرز بيحبوا يقولوها يعني. انا ضد جامب كورد عموما يعني. ليه ضد جامب كورد؟ لان بتغير من الهيراركي بتغير سوري من الفلو بتاع البروجرام يعني. انا مش انا يا ولاد قايل الكونديشن بتاع الوايل هنا صح كده. انا قايل الكونديشن بتاع الوايل هنا ولا لا؟ المفروض اقوله هنا. فانا المفروض اعرف الوايل هنا امتى تخرج. فانا المفروض اغير هذا الاركتيتشر واعمل كده. بص يا سيدي انا هاخد الريد هنا حلو وهقول له
قوسين بقى لو الانبوت بيكوال اكزيت نوت ايكوال سوري اكزيت ما تخشش جوه الفور لوب. لو بيكوال اي حاجه غير اكزيت يعني لو مش بيكوال اكزيت هيخش ياخد انبوت تاني، هيفضل ياخد انبوت كده اولاد لغايه ما هياخد اكزيت وهيخرج صح. يعني تعال كده نجرب. خليني بس اقفل ده ونعمل كومنت لده ونعمل كومنت لده. فأنا لو دخلت اي انبوت كده اولاد هيفضل الفور لوب لغايه ما ادخل اكزيت وهيخرج. ده مش نفس البيهيفير اللي فات صح ولا لا؟ زي طيب من غير ما نستخدم جامب كورد فانت بتقرا الكود بالسيكونس. انت وانت داخل الفور انت وانت داخل اللوبينج انت عارف امتى هتخرج، انما هنا وانت داخل الترو وانت داخل اللوبينج عارف امتى هتخرج ولا جيت فجأة وعامل لك مفاجأة نخرج لما تلاقي اكزيت فاجئتك يا حبيبي؟ مش لوجيكال صح؟ لا صح. طيب تبان اكتر، تبان اكتر لو هنيجي نعمل مثلا فور لوب مثلا. فانا عملت اي بت ايكوال 0 حلو، وعايز اخرج لما كان الاي طول ما الاي اقل من 10 اي بلس بلس كده. انا اللي داخل الفور لوب ده عارف امتى هنخرج طول ما الاي اقل من الزيرو صح؟ أقل من العشر. اقل سوري من العشرة صح. بريك وكنتين حلو كده يا ولاد. يبقى انا عارف ان انا هخرج طول ما الاي اقل من العشرة سوري طول ما الاي اقل من العشرة انا شغال في اللوبينج، هخرج اول ما تكون الاي اقل من اكبر من العشرة صح كده يا ولاد؟ تمام. طول ما الاي اقل من 10 هفضل اللوب. رحت انا جيت كده فجاه كده بيني وبين نفسي رحت عملت له كده ان الاي لو بت ايكوال 5 معلش انا هخرب وعدي معاك، انا راجل وعدتك وانا راجل خاين هعمل بريك. طب وانت يا حاج مش قايل لي فوق ان انا هخرج لما تكون الاي طول ما الاي لو الاي اكبر من 10 يعني طول ما الاي اقل من 10 افضل اللوب؟ انت قايل لي كده ولا لا؟ وعيدني كده ولا لا؟ ليه خليت بيا هنا؟ تحبش حد يتوقعني. تمام قصدي؟ تمام يا باشمهندس. واحنا كناش مسايبين ولا ايه؟ هو المفروض دي فور احنا عاملين فور لوب فاضي. واحنا هنعمل مثلا ايكو هنا يا اولاد دولار اي فعمل 0 1 2 3 اول ما الاي كان بتيكوال 5 عمل بريك. يعني انا مش فاهم يعني بريك هنا فادتنا بايه؟ يعني انا والله العظيم ما فاهم. المنطقي يا اولاد واللوجيكال اكتر ان احنا نعمل كده يعني نقول له لو الاي اقل من العشرة وكمان الاي لا تساوي الخمسة تعال نجرب كده نفس البيهيفير ولا لأ؟ وديته هنا الحاجة اللي تخرجني صح ولا لأ؟ يعني اديته هنا الحاجة اللي مخلياني مكملة في اللوبينج. ايه بقى الحاجة اللي مخلياني مكملة في اللوبينج؟ انها اكون اقل من 10 ولا اساوي الخمسة صح ولا لأ؟ فالراجل وهو عارف وهو في اللوب عارف امتى هيخرج. مش منطقي، مش منطقي نستخدم بريك. ده الان احبقى كونتينو. تعال نتكلم في كونتينو. هتجيب لي العصب الكونتينو واضح انك شايل ومعبي يا باشمهندس في الموضوع ده. بس انا بشرح سي يعني وسي بلس بلس الحاجه اللي هي البيزكس بتاعت زمان قوي يعني. بس ده اكيد لها برضو بتاع فوائد كتير برضو يا باشمهندس. بريك طب هقول لك على حاجه. انا ما عنديش مشكله يعني وجهه النظر دي، بس انا عايز اقول بس حاجه تبقى انت عارف ان اي حاجه ببريك وكونتينو ينفع تعملها من غير بريك وكونتينو.
انا مش بتكلم على الباش هنا فاهم، انا بتكلم في العموم في اي بروجرامينج لانجويج، بدليل ان انا عملتها لك اهي من غير بريك برضك، صح ولا لا؟ صح. ده يعني ديبيتد، ولكن في اراء كتير نوت سبورت، يعني ما بتحب يعني ما بتحبش الجامب كوردز كلها، يعني اي جامب كورد في ناس كتير ما بتحبهاش، في ناس بتقول ان هي مش احسن حاجه في الكودينج، يعني كود ريدابل وكلين كود بشكل معين. وطبعا في ناس من اللي هي بقى الكومبيتيف بروجرامينج او الكومبيتيف ديفلوبرز اللي بيحبوا مسابقات البروجرامينج والكلام ده بيعشقوا كلمه بريك. نفس الكلام انا مثلا من وجهه نظري في الريكيرجن فانكشن، عارفين الريكيرجن فانكشن؟ فانكشن بتعمل كل نفسها ولت، عارفينها؟ انا برضك نوت ريكومندد ات، ولكن في بعض البارادايمز بقت تحبها، فاهم يعني؟ ده بالنسبه مثلا للناس اللي بتعمل مسابقات بروجرامينج بيعشقوا الريكيرجن، بيعشقوا الريكيرشن. اللي مش عارف الريكيرشن برضه كولاني اتكلمت عنها في الجافا سكريبت اولاد. لو بتحط الفانكشن تعملها الكود جواها يعني شوف حتى الرسمه، شوف حتى الرسمه يعني دخلك ان انت في طريق مظلم. شايف الرسمه عامله ازاي؟ فانكشن تعمل كل فانكشن، تعمل كل فانكشن، تعمل كل فانكشن. ايوه يعني اعمل ايه؟ هي دي زي الاف فانكشن كده يا باشمهندس؟ زي ايه الاف فانكشن؟ لا مش عارف اللي انت قلت عليه. ما دي اللي هي دي فانكشن كنا واخدينها في الجافا سكريبت ان هي بتعمل كل نفسها. ما اعرفش جافا سكريبت قوي يعني، بس هي لو في فانكشن بتعمل كل نفسها يبقى دي بتسبورت الريكيرجن. لا الاف فانكشن بتفيتش مره واحده اول ما بنرنه، اول ما بترن بتفيدش مره واحده بس. ما هي بتقول نفسها مره واحده. اه ماشي، لو مره واحده بس لا، لكن احنا بنتكلم في ريكيرشن فانكشن ان ممكن تكون اكتر من مره. فانكشن بتفضل تنادي نفسها على طول لحد ما توقف زي لغايه ما كونديشن معين يحصل والترمينيت كل الكول اللي فات. دي زي نيستد لوب كده. اه زي نيستد لوب، بس نيستد بقى كولينج. بالظبط كده. نيستد كولينج. فطبعا ده ممكن يوقعك في حاجه اسمها ستاك اوفر فلو، ان الستاك بتاعك يتملي لو انت مش عامل الكونديشن بتاع الاكزيت بشكل صح. انت ممكن تفضل قاعد لوبينج كده لغايه ما الستاك يتملي ويحصل ستاك اوفر فلو، صح كده يا اولاد؟ زي الفل. معلش ممكن بس تكتبوا لي اسم الفانكشن انتوا قلتوها لي في الشات بتاعت الجافا سكريبت دي عشان ابقى ببص عليه. كده محمود ايه بعت محمود؟ ده شكل محمود تخصص جافا سكريبت. زي الفل كده يا اولاد. فطبعا بردك دي نوت ريكومندد، ولكن بردك في ديفلوبرز كتير بيستخدموها، وفي بعض البارادايمز زي الفانكشنال بارادايمز يعني عاد تحيائها، عاد استخدامها بطريقه معينه. تعالى ناخد البريك الكونتينيو كده. لو احنا عملنا كده اولاد، if condition لو الاي بت ايكوال ايكوال 4 زين، if i لو الاي بت ايكوال 4 يا اولاد اسكيب باللفه دي كونتينيو، فكده هيطبع من 0 ل 10 ل 9 وهيسكيب اللفه رقم 4، صح كده ولا لا؟ لما بقول له اول ما تيجي عند 4 ما تكملش الكود وارجع عيد اللفه تاني اللي بعدها، صح كده ولا لا اولادنا؟ اه تمام. طب قول لي بقى انت يا مؤمن، قول لي انت يا مؤمن، انا اتعصب ولا ما اتعصبش؟ ما هو هو الكود ده لو احنا عملنا كده والنبي هو هو نوت ايك، طول ما الاي نوت ايك ولا 4 هنعمل كده. يعني مش فاهم انا كونتينو عملت لنا ايه. هو هندسه في البرمجه يعني عموما لما تبدا باللي هو بالديناي مثلا، بالديناي كونديشن او اللي انت اللي هو اللي انا مش عايزها تبقى اسهل يعني. يعني ديبيتد ماشي، يعني ديبيتد يعني دي اراء ماشي.
يعني ارو ماشي. ولكن زي ما قلت لكم برضه كاولاد، لو انتوا بصيتوا على ستيك ستاك اوفر في الوقت هتلاقي في ناس كتير بتتكلم في موضوع جامب كوردس ان هي نيوترال كوماندد، فبرضه خليها في بالكم يعني. خلاص تمام يا باشمهندس، حاضر زي الفل. ده كان كونتينيو بريك. طبعا احنا عندنا بقى في الباش لا يعني زود الموضوع قوي اوفر. اوفر ليه؟ قال لك بقى ايه يا باشا، لو احنا كده بصينا على بريك في الباش عندنا بقى عندنا بريك بالارقام. يعني ايه؟ يعني نبريك من اللوبي الثالثه ولا نكونتينيو من اللوبي الثانيه ولا فاهم؟ فانت بيبقى عندك مجموعه من اللوبينج كده وانت بتبريك بالرقم بتاعها، فانت تبريك من اللفه الثالثه مسوري من اللوبي الثالثه ولا اللوبي الثانيه ولا كونتينيو من اللوبي الثانيه ولا اللوبي الاولانيه وهكذا. فالموضوع افور شويه مننا في الباشا يعني. ولكن احنا هنشوف مثلا استخدام البريك دلوقتي جوه حاجه اسمها سيلكت يعني، وهيبقى منطقيه ولوجيكال يعني، وهيبقى لوجيكال فعلا ان احنا نستخدم هنا بريك لان السيلكت عامله سيلكت كورد دي اللي احنا هنستخدمها كمان شويه عامله انفينيتي لوب من غير ما انت تاخد بالك. فانت هنا لازم تعمل بريك علشان البيهيفير مش واضح لك ان هو هنا انفينيتي لوب، مش انت اللي بنيها، فاهم قصدي؟ فهنا اللوجيكال بتاعها ان انت تستخدم بريك فعلا صح. حد كده دايما بريك وكونتينيو يا اولاد؟ اه يا باشمهندس، انا كده مش هستخدمها. ماشي يعني خلاها في دماغك. اتفضل يا باشمهندس، سائل ان اي حاجه ينفع تعملها ببريك وكونتينيو ينفع تعملها من غيرها، فازاي هنا في السيلكت بقى انا هضطر استخدم بريك؟ ما هو علشان انت مش انت اللي باني السيلكت دي مديها لك جاهزه، فانت مش انت اللي باني السيلكت. لكن انا بتكلم لو انت اي ديفلوبر عايز يبني اي حاجه هو مش لازم تستخدم كونتينيو بريك، صح ولا لا؟ يعني انا ممكن اعمل لك سيلكت من غير كونتينيو بريك اصلا، فهمتني؟ اه تمام. يعني انا مش لازم استخدم السيلكت، انا ممكن ابني السيلكت دي اصلا، فهمتني؟ ولكن السيلكت مبنيه بفكره الانفينيتي لوب يعني. ولهذا مغزى يعني، ولهذا مغزى الانفينيتي لوب دي معموله لسبب معين هنشوفه دلوقتي يعني اقنعك بها لوجيكال يعني. زي الفل كده اولاد. زي الفل. ماشي، ناخد اللوب الثالثه اللي هي انتل كده. خلصنا الفور والواي. انتل الهندسه بقى بتعمل ايه؟ انتل هو احنا بنخش في الوايل يا شباب والفور لما يكون الكونديشن بترو ولا فولس. لا يبقى فولس ترو لما بيكون بترو، صح؟ انت اللي بقى يا باشا بتخش جوه اللوبينج لما بتكون بفولس. كيف كده؟ عكس الوايل يعني انتل هي الوايل ولكن بتخش الكونديشن لما بيكون بفولس. فتعال ناخد الاكزامبل ده دلوقتي. انا هخش جوه الكونديشن ده امتى يا ولاد؟ لما بكون من 0 9 او من 10 ل 11، صح كده ولا لا؟ حد متضايق في ان ده بيخشوا من 0 9 و10 11؟ لا تمام. وده هنخشه لما تكون من 13 ل 17، صح؟ اه تمام. طيب لو الاور بواحد يا اولاد، لو الاور بواحد هنسال سؤال هنا، هل الاور اكبر من ال 24 اه ولا لا؟ لا. هنخش اللوب ولا هنخرج؟ نخش. عشان احنا انتل، صح؟ فهنخش وهنتبع بعد كده ايكو جود مورنينج. بعد كده هنزود الاور بواحد ونرجع تاني. الاور بقت باتنين. اكبر من 24 لا، وانتل بتقول لي لما لا اخش فهخش واكمل اطبع جود مورنينج وافضل كده 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 لغايه ما ابقى ب 12. 12 اكبر من 24 لا.
لأ، فانتل لما بتقول لأ بتخش، هخش في 12 واطبع ان ده وقت اللانش، بعد كده افضل ازود 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 لغاية ما ابقى في 17، 17 اكبر من 24 لأ فانتل هتخش، 17 هيقول لك ايه work time ده وقت الشغل، وافضل بعد كده ازود تاني ازود تاني ازود تاني يا اولاد لغاية ما ابقى ب 24، 24 اكبر من 24 لأ فهخش واطبع good night، لغاية ما ابقى 25، 25 اكبر من 24 ولا لا؟ دي لما انتل تشوف تخرج ولا ولا تخش. تخرج تخرج. وصلت كده يا اولاد؟ فانتل خلف الوايل على طول. حد كده متضايق؟ تمام. طيب تعالى ناخد الاكزامبل ده. فور لوب فاريبل اسمه بال ان منى احمد مها. احمد منى واحمد ومها دول يعتبروا بالنسبه لنا ليست. فاول حاجه بال هتاخد منى، بعد كده بال هتاخد احمد، وبال بعد كده هتاخد مها، صح كده ولا لا؟ حد متضايق؟ طيب انا عندي كوماند يا اولاد، عندي كوماند اسمه ميل. علشان اشغل الكوماند ده عندي لازم اعمل سودو apt install حاجه اسمها الميل يوتلس. حلو يا اولاد، لازم انزل التولز دي عشان اشغل الميل. الميل بيعمل ايه يا اولاد؟ الميل ممكن تعمل ايكو هلو مينا احنا بايسون بني سوي بنحب اللينكس ونهيت الويندوز ونهيت الويندوز وي ار بايسون وي لاف لينكس وبنهيت الويندوز. عشان كده نجحنا في كورس اللينكس، صح كده ولا لا؟ هما كمان بقى هندسه وداتا بيز بقى. والله ما مزعلك. والله ما تزعلني. ايه والله لان انا هزعل كمان ساعه. سكرين شوت هنزلها على الجروب. وي عندي كمان مينا، مينا بيقرا الارض بي ام اس قوي يعني. ما بشرح نوش يقفل عشان اشتم في الارض بي ام اس براحتك. الله عليك يا باشمهندس. يعني لو حد يعني حد يقنعني بالاي ار دي ده، حد يقنعني بيها، اتحدى حد يقنعني بالاي ار دي ده، خناقات الدنيا والاخره في الاي ار دي ده. طيب وهعمل ميل داش اس يا اولاد. حلو، فكل دي كلها كده المسج بتاعه الايميل، والسبجكت بتاع الايميل هنكتب لافينج او فولينج لاف اللينكس وعين في حب اللينكس، صح؟ ده السبجكت بتاعنا. هنبعت الميل ده لمين؟ ليوزر اسمه مينا. حلو كده، ده لوكال ايميل يا اولاد. حلو، ايميلز بتتبعت بين اليوزرز وبعضيها. حد كده متضايق؟ تمام. حلو، دوست انتر بقى. انا كده عملت سند للايميل، يبقى الايميل بمنتهى البساطه يا اولاد بيكون ايكو، تكتب البادي هنا، صح، بعد كده بايب لاين الميل داش اس، وتكتب السبجكت، بعد كده اليوزر. حد كده متضايق لغايه هنا؟ تمام. طبعا ناخد هنا كوبي. طيب عايز بقى اشوف الميل ده اتبعت ولا لا، هتروح على 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 فولدر على فايل اسمه var سلاش اسبول سلاش ميل، هتلاقي فايل اسمه مينا. لو طبعته هتلاقي اخر ايميل جنة فولينج ان لاف لينكس، ده مبعوت من الجهاز كذا، والمسج الاتيه هلو مينا وي ار بايثون بان سويف وي لاف لينكس اند هيت ايه ويندوز وي اند مينا هيت ار دي بي ام اس، صح كده يا اولاد؟
حاجة بعتها لنفسك صح كده؟ اه بعتها لنفسي انا كيوزر، بعتها لنفسي. خلي بالك بقى، بص ممكن نعمل حاجة لطيفة بقى. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي هنا اولاد نقسم الصفحة نصين ونفتح تيرمينال تانية. نسويتش اليوزر؟ ممكن نسويتش يوزر لو انت حابب. ماشي، ممكن نسويتش اليوزر، او ممكن نعمل حاجة لطيفة نشوف مين اليوزرز اللي عندي. نعمل ls للهوم sudo sorry انا اسف هوم. عندي يوزر اسمه ايمن، لو عملنا اي دي ايمن عندنا يوزر اسمه ايمن. فاحنا ممكن نعمل نفس الايميل ده ولاد المره دي على ايمن، نبعت لايمن. ايه رايكم؟ بس عايز اوريكم بقى حاجه لطيفه. ممكن نسويتش الايمن يا عم هنا. حلو، لو عملت اي دي هيقول لك انت ايمن. فانا ممكن دلوقتي اروح اعمل تيل داش اف يا اولاد على سلاش بار سلاش سبول سلاش ميل سلاش ايمن. هو لسه الفايل ما اتعملش. ماشي، تعالى نبعت لايمن. لو احنا رحنا كده عملنا تيل داش اف يا اولاد على سلاش بار سلاش سبول سلاش ميل سلاش ايمن. احنا كاتبين ايمن غلط يا اولاد. اصلا ايمن هنلاقي انه جاب لي الداتا اللي اتبعتت يا اولاد اهي، صح كده؟ والترمينال واقفه. بصوا كده يا اولاد، لو انا بعت له ايميل تاني ميسا ميسا وادوس انتر، هنلاقي الميسا ميسا جت ولا لا يا اولاد؟ ده زي لايف شاتنج او زي 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 لايف كده. يس، زي لايف. انت بتقرا يعني الفكره كلها مش في الميل على قد ما الفكره في الكوماند، يعني افهمه لك. انت بتروح تقرا فايل، والفايل اللي انت بتقراه ده ما بتقفلش التيرمينال وتسكت، لا انت بتقرا فايل وبتفضل جايب اخر سطر ليه، وتفضل قاعد بتلسن هل اتكتب فيه داتا ولا لا. اول ما بيتكتب فيه داتا بيركبه لك. ده فكره التيل داش اف، فاهم قصدي؟ لاحظ بس ان ايمن هو اللي يعرف يعرض يعني ايميلز ايمن، فاهمني؟ اليوزر بيقدر يشوف الميل بتاعته. ايه ده بقى لو انت معاك سودو؟ لو معاك سودو تعرف تشوف اي حد. تمام. في برضك حاجة لطيفة، ان احنا ممكن نعمل ايه اولاد؟ ممكن نعمل كده اوك على السلاش اتس سي سلاش باسورد، ونجيب اي حد اليوزر بتاعه اكبر من 1000، صح كده؟ لو دوسنا انتر كده. محتاجين بس نحط هنا داش اف اكبر من او يساوي الالف يا ولاد، صح كده؟ اللي هو كده ايمن والنوبادي ومينا، صح كده؟ ممكن نبرنت. طبعا احنا كنا ممكن نحط الكلام ده احسن يعني في اف كونديشن عشان يبقى الكلام ريدابل يعني. وممكن نبرنت هنا يا ولاد الدولار زيرو، سوري الدولار 1، صح؟ العمود الاولاني. فجاب لي اسامي اليوزرز. حد كده متضايق؟ لا تمام. طيب مش انا ممكن اخد بقى الكلام ده ولا كده هنا في السكريبت بتاعي، واروح احط الاوتبوت بتاعي في فاريبل، صح؟ بس خلي بالك ده اوتبوت كوماند، فهعمل باك تيك هنا صح عشان اخد اوتبوت الكوماند ده واحطه في اليوزر، صح؟ وتعالى بقى نعمل فور لوب. هنعمل فور لوب فاريبل اسمه يوزر هيلف على قيمه اليوزرز. لاحظ اني كتبت قيمه اليوزر دولار اليوزرز، صح؟ واعمل دو وهنا دن، وممكن اعمل هنا اقول له ايكو اكتب
هلو ميسا ميسا صح كده اولاد. واكتب هنا دولار يوزر صح، ونكتب مثلا هنا سبجكت 1 صح كده اولاد. وممكن نعمل ديلي بسيط، نعمل سليب ديلي مثلا بسيط وليكن 5 ثواني بين كل ايميل يتبعت والتاني صح كده. وبعد ما نخلص نعمل ايكو فينيش سين ايميلز. تعالوا نجرب السكريبت ده اولادنا، هنلاقي انه قاعد هولدنج كده شويه. بعد كده هنقول لك شوف ثانيه صح، هيقعد يقول لك ايكو فينيش ايميل سين. لو انت يعني ما كنتش عايز تستنى كده ممكن بقى تقول له يعني تقول له كده ايه هنا ايكو كده بسيطه اي ويل سند ايميل فور اليوزر الفلاني صح كده، عشان يبقى تبقى عارف ان انت قاعد ايه بتبعت لمين دلوقتي صح كده. تمام. ممكن قبل ما تستنى 5 ثواني تروح كاتب كده اي ويت اي ويل ويت خمس ثواني صح كده. لو انت رنيت السكريبت ده كده هيقول لك انا بعت للنوبدي ومستني 5 ثواني وهبعت للي بعده، بعت لمينا ومستني 5 ثواني صح، وهيبعت لايمن ويستنى 5 ثواني ويخرج صح كده. هي بتبعت لللوكال بس يا هندسه صح؟ لا الميل دي تبعت كمان جلوبال على فكره، وانت بتسطبها بيسالك عايز لللوكال بس ولا كمان جلوبال. تمام، يعني ينفع تبعت لجيميل يعني الكوماند ده ينفع يبعت لجيميل عادي، ابعت لجيميل من جيميل برضو صح، او من 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 هنا لجيميل يعني من اليوزر بتاعك، يعني ينفع انت تستخدمه على الانترنت مش هيقول لك لا يعني. تمام، بس مش فاكر بقى الميل بس ولا الميل اكس كمان، يعني هتلاقي فيه اكتر من كوماند مش ميل بس، مش كلمه ميل بس، هتلاقي ميل اكس حتى هو مستخدم هنا في الـ في الـ في الـ في الـ في السلايد ميل اكس. تمام وصل كده يا اولاد. طيب انت بقى ممكن تعمل ايه، تعمل بقى انت سكريبت يقرا الداتا دي بقى. كل اللي انت هتعمله ايه، هتعمل فور لوب هنا حلو كده، وهتعمل كات لمين، كات لسلاش بار سلاش زبول سلاش ميل سلاش اسم اليوزر بقى اللي انت بعت له صح كده. صح كده اولاد. طيب احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة احسن من كده، ممكن نكلير ونروح نمسح كل الداتا اللي موجودة في الزبون سودو rm slash var slash zbool slash mail كده. احنا عملنا ايه اللي اس يا ولاد دلوقتي، هنلاقيه فاضي صح. تعالى بقى رن السكريبت بتاعنا، هنلاقيه راح بعت للنوبادي وبعت لمينا
وبعت ايمن، بس هنا هيبقى في مشكله على فكره، احنا بنتبع اولاد انه مش هيعرف يروح يتبع ايمن والنوبادي صح، هيقول له بيرميشن ديناي، بس هيتبع مين عادي صح كده. ومش عارف يتبع ايمن صح، لو كنا حطينا له هنا سودا ولا كانت الدنيا تمام صح. صح زي الفل. هو الطبيعي ان انت كل يوزر هيتبع اليوزر بزر بتاعه، يا اما انت تلوجن كروت بقى. منطقي كده اولادنا؟ نقطع سودا ونجرب. خلينا نكتب لنا كومنت. ليه مش شغال؟ سوري يا ولاد، احنا محتاجين نرفع دي بس فوق. المفروض نجيب اليوزرز عشان نعرف ندفع عليهم المبلغ صح؟ تقريبا عملت كومنت لليوزرز نفسها يا باشمهندس. عملت الدي كومنت كنت عامل ده كده، طبع بتاع النوبادي وطبع بتاع مين يا اولاد وطبع بتاع ايمن. عرفت منين ان هو بتاع النوبادي؟ عشان ده اولاد صح. وده مين اهو وده ايمن صح كده. هذا كلام الدنيا ولاد. لطيف. حد كان متضايق من اللوبينج عموما كده؟ خلصنا اللوبينج اعتقد يعني كده فرمناها. ده تمام اهو. طيب تعالى ناخد السيلكت، عايزين نركز بس في السيلكت. بعد كده ممكن نطلع بقى. خلينا نكتب الماجيك لاين فيتشر 3 سيلكت. تعالى نعمل سي اتش مود يوزر بلس اكس ميوزيك بان سويف فولدر فيتشر 3 زي الفل. حد من دايره لغايه هنا كده يا اولاد؟ لو عملنا سيلكت بقى دلوقتي يا اولاد وعملنا فار مثلا ان وكتبنا مثلا مينا احمد علي منى مارك مثلا وهكذا. حلو كده يا اولاد. طيب تفتكروا السيلكت ممكن تكون بتعمل ايه؟ حد يقدر يخمن؟ اول حاجه احنا شفنا دو ودن. طالما شفنا دو ودن غالبا في الباش ده لوبينج صح. صح كده يا اولاد، بس لوب خفي احنا يعني مش شايفينه. لو احنا عملنا الكتشر 3 اندرسكور لسلكت دوت اس اتش يا اولاد هنلاقي ايه اللي هيحصل. احنا عاملين بس هنا الدنيا فاضيه. خلينا نعمل ايكوال علامة الدولار فار. تعالى رن السكريبت هنلاقي ان هو راح عمل لي منيو لوحدها. منيو لوحدها اولاد اسمها مينا واحمد وعلي ومنى ومارك صح. لو دست واحد يا اولاد
هنلاقي ان الفار فيها كلمة مينة صح؟ دوست 2 احمد، 3 علي، 4 الفار فيها منى، 5 فيها مارك، 6 الفار فاضية صح كده ولا لا؟ هاي يا ولاد وخرجت بعد الست. لا هو هو لسه ما خرجش، هو فضل انفينيتي لوب فاهم. هو ما خرجش، لما بدخل له رقم بيطلع الرقم على حسب الاندكس اللي انا مدخله له او الام. فهو بيحط في الفار مينا لو انت اديت رقم 1 صح، بيحط في الفار احمد لو انت اديت رقم 2، لو انت اديت رقم 3 هيحط في الفار علي صح. مش انا ممكن بعد كده اعمل كيس بقى على قيمه الفار واقول لو قيمه الفار موجوده بمينا او باحمد او بمارك او بعلي صح كده ولا لا؟ ولو بمينا او باحمد او بعلي اعمل اي حاجه. صح كده، اعمل هنا قوس وهنا قوس، هنا تو سيمي كولوم، هنا قوس تو سيمي كولوم، هنا قوس تو سيمي كولوم، هنا قوس تو سيمي كولوم، وممكن اعمل له هنا اكزيت وازود اكزيت فوق صح، واعمل هنا استريك ده الدفع. ايكو صح كده يا باشا؟ الله ينور يا باشمهندس. طيب واعمل بقى مينا اي حاجه، يعني اعمل ايكو مثلا هنا ان مينا بيك بوس، احمد بيك بوس تو، بيك بوس تو عشان واحد الله طالما نقدرش نتكلم بعد كده عادي نهزق الباقي عادي. نعمل دي مثلا ان هي نورمال يوزر 1، ونعمل منى نورمال يوزر 2. بس واحد ممكن يقول لي باشمهندس مينا كده منى سيلز لا مش للدرجه دي بقى، احنا نعمل بيج بوس 3 علشان الفيمينيست اللي موجودين عندنا في التراك عشان ما حدش بس يقول باشمهندس مينا ايه مضطهد البنات ولا حاجه. لا عليك يا باشمهندس، نعمل حسابنا لكل حاجه يا باشمهندس حويتي يا باشمهندس. لازم نعمل حسابنا كل حاجه. والاكزيت هنعمل بريك حلو كده، بس قبل ما نعمل بريك ممكن نعمل مسج ونقول له جود باي. قبل ما نقول جود باي حلو برده يا باشمهندس زي الفل. حلو كده نقفل السكريبت ده. لو انا دوست مينا واحد يا اولاد هيقول لي ايه بيج بوس، لو دوست 3 2 هيقول لي احمد بيج بوس 2، 3 نورمال يوزر، طبعا 4 منى هيقول لي بيج بوس 3، 5 هيقول لي ذا نورمال يوزر 2، 6 بقى هيقول لي جود باي وي اكزيت صح وي بريك. حد كده متضايق؟ انا كنت ممكن اعمل نفس الكلام ده يا اولاد، نفس الكلام اللي انا شفته ده بوايل ترو وريد صح. صح كده يا ولاد؟ اه تمام زي الفل، كلام جميل لغايه هنا. طيب واحد بقى يقول لي هو انت بتلف حوالين نفسك ليه؟ اقول له ليه يا ولد؟ يقول لي انت في حل اسهل من كده. قال لي بدل ما تقعد تعمل الكونديشن مينا والكونديشن احمد والكونديشن علي والكونديشن منى والكونديشن مارك والكونديشن اكزيت، هو انت كده كده مش بتدخل ارقام 1 2 3 4 5 6 7 بالظبط؟ كان في فاريبل يا اولاد بنقول بيشتغل في الريد لو احنا ما ادينالوش فاريبل، كان في انفايرمنت فاريبل مشهور كنا اتكلمنا عنه حاجه اسمها دور ريبلاي فاكرين؟ فبصوا كده يا اولاد
بص كده خلاص احنا ننسى اللي فوق، خلينا بقى في اللي تحت دلوقتي. لو احنا دخلنا واحد دلوقتي يا اولاد هيخزن في الفار ده يا اولاد كلمه مينا، بس مخزن في الريبلاي ايه؟ الاندكس. الاندكس. طب مش انا بدل ما كنت بعمل بقى الكيس دي كلها على على الكلام، لو الكلام كبير قوي ممكن اعمل الكيس على الاندكس، يعني اعمل كيس واحد اتنين تلاتة صح اربعة خمسة والاكزت اللي هي ستة صح، والاسترك هي هي الاسترك. بس بدل ما كنت بتشك على الفار هتشك على مين؟ مين اللي مخزن في الاندكس؟ ريبلاي صح كده. شكرا يا اولاد. وهي هي تبقى نفس المنيو اللي فوق بالظبط. حد لغايه دلوقتي كده متضايق؟ مش باشمهندس احنا طبعنا ازاي الانبوتس اللي موجوده فوق بتاع الاسماء ديت؟ دي هي دي ما هو موجوده في الفار. لما انا بدوس واحد بيتحط مينا في الفار، فانا بطبع الفار ذات نفسه. وصلت؟ تمام. يعني دلوقتي لما برن كده هندسه، تعالى لو دوست واحد السطر ده هو السطر ده اللي انا واقف عليه دلوقتي. لا لا انا كنت اقصد اول لاين اللي هو كل كلامك مظبوط، ده سيلكت بتعمله لوحدها. برافو عليك، انا دي سقطت وانا بتكلم. المنيو يا اولاد بس صح، السيلكت يا اولاد بتعمل منيو، بتعمل لوبينج ومنيو صح كده ولا لا؟ بتعمل لك منيو وتديك انفينيتي انبوت تدخله زي ما انت عايز صح كده ولا لا؟ تمام، عشان اسلكت من خلالها. يس. فانت في اللاب هيطلب منك تعمل مره الكلام، المره المنيو دي بالسيلكت ومره من غير السيلكت، فانت هتعمل لك شويه ايكو وشويه ريد وفول لوب او انفينيتي لوب. يعني انت اللي تعمل امبلمنتيشن بتاع ده، بس الموضوع بجنيه يعني. فاهم قصدي؟ طيب شايفين الدولار ساين كويستشن مارك دي؟ دي تتسمى بروبت ولا لا يا ولاد؟ اللي انا معلم عليها بالازرق الاخضر دي يا ولاد، هي بروبت 1 ولا 2 ولا 3 اللي انا معلم عليها دلوقتي؟ دي 1. طيب ولما بنعمل ايكو باك سلاش دي 2 صح؟ بالظبط. يبقى دي كام؟ سري. لا يبقى الدولار الهاش كويستشن مارك دي كام؟ الأخيرة. سري ماشي. بي اس 3. فانت ممكن تيجي تعمل هنا بي اس 3 بت ايكوال 2 اكبر من، وتعمل بس تعملهم بالدبل كوتيشن. ليه دبل كوتيشن؟ عشان ما يفهمش ان ده ري دايركشن صح كده ولا لا؟ فاكرين الكوتنج بتاع امبارح؟ هنلاقي ان البي اس 3 اتغيرت ولا لا يا اولاد؟ كلام مظبوط؟ حد كده متضايق؟ هنعرف الكلام ده لازمته ايه دلوقتي. حد كده متضايق لغايه هنا يا اولاد؟ لا لا تمام. باشمهندس يعني السيلكت دي انا ببدلها شويه فاريبلز وهي بتعمل لي الري منها وبتلوب كل مره على واحد فيهم؟ لا بص، السيلكت دي بتعمل منيو حلو، بتعمل لك منيو قايمه انت بتديها اسماء المنيو حلو. المنيو دي هندسه انت بتبتدي المنيو دي تتريت عليها. يعني ايه؟ يعني هتستنى منك، هي بتعمل منيو وبتستنى منك انبوت. لو انت اديتها اول واحد فهتروح تشوف انت عايز تعمل ايه لما تدوس على المنيو رقم واحد. انا عارف ان الكلام هنا مش منطقي، اديني دقيقه وانا هخلي الكلام منطقي ماشي. يعني اديني دقيقه وهخلي هربطها لك دلوقتي. تمام. تعالى بقى تعالى نعمل حاجه افكتيف للسيلكت.
يعني تعالى نعمل سيمبل بروجكت كده صغير. تعالى نعمل فايل تاني. وهنعمل مثلا اسم الفايل منيو. منيو اندرسكور دي بي. او دي بي سمول. دوت اس اتش. حال. حد كده متضايق. chmod user plus x بالباش سكريبت بتاعي سوري ميوزك ولا انا اسف بان سويت لمنيو db.sh صح كده؟ حد كده متضايق؟ عملت executable للفايل عشان اعرف ارد واخد الكلام بتاع السلكت ده كده كوبي وهعمل بقى هنا اولاد كرييت داتابيس حل ليست داتابيس كونكت داتابيس حلو كده اولاد مثلا اكزيت حلو وعايزين واحده كمان ريموف داتابيس حلو كده شكل كان هنا في كلمه باص ولا لا تقريبا كان في كلمه باص تعالى نعمل كده سوري انا عايز اعمل منيو الا ظهر كده يا اولاد عمل لك منيو صح المنيو دي كرييت دي بي ليست دي بي ريموف داتابيز كونكت داتابيز اكزيت صح انت عايز بقى لما تدوس واحد يروح يكريت لك داتابيز لما عايز تروح اتنين يليست الداتابيز ثلاثه مش عارف ايه صح كده اكتب له عند واحد هيعمل كذا اتنين هيعمل كذا معلش ثواني كده يا ولاد عشان حسيت ان انا هيست بس بين بايثون وما بين الباش طيب تمام هي الباص شغاله هنا هي الباص شغاله هنا بس انا فاكر ان الباص دي كانت في البايثون مش في الباش دماغي لف بس لو احنا كتبنا اي كلام هنا تستمر كده بالظبط معلش يا اولاد انا اللي هيست الباص في البايثون يا اولاد الباص الباص في البايثون بس ماشي لو انت كتبت انا بس كتبت اي حاجه هنا علشان شوفها شغاله ولا لا عشان اشوفها لا علشان قول معايا لما لو ما انت بتسيبها فاضيه هتضرب ايرور لو كتبت اي كلام هنا هيضرب ايرور لما تروح تنفذ الليستايه يعني فاهم ان تدوس واحد او اثنين او ثلاثه بس كنت عايز اوريكم المنيو فانا عايز كنت عايز بس اوريكم المنيو من غير ما اكتب اي حاجه هنا فكتبت اي حاجه وقلت رن عشان اوريك شكل المنيو بس عامل ازاي لان انا لو سبتها فاضيه كده يا اولاد هيضرب ايرور مش هوريك شكل المنيو حتى لان ما فيش حاجه هيعمل عليها سيلكت بالظبط طيب خلاص كده يا اولاد عملنا كده شكل المنيو حد كده متضايق من شكل المنيو لا تمام حلو ممكن نعمل بقى نغير في البي اس 3 هنا بس حته صغيره نخليها اكبر من بس كده زي الفل لغايه كده تعالى بقى نعمل كيس على الريبلاي ناخد الكلام ده كده زي الفل هنشيل السطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر ده وتعالى بس نكتب لنفسنا شويه كومنتات كده عشان ما تلخبطش هنقول لو انا دوست على واحد يبقى ده كرييت داتابيز لو انا دوست على اثنين يبقى ده ليست داتابيز حد كده متضايق بكتب لنفسي بس كومنت يا اولاد علشان طبعا الموضوع مش ريدابل ها الريدابل ان انت تشتغل على الفار ذات نفسه صح مش على الريبلاي بس احنا بس بنسهل على نفسينا شويه
كلام كده، كلام جميل كده اولاد، حد كده متضايق؟ لا تمام. طيب تفتكر بقى لو انا اعتبرت لكم اولاد ان كل داتابيز عندي هتبقى عباره عن فولدر، حلو كده، ادي دي بي 1 ادي بي 2 ادي بي 3 صح كده؟ هاي اولاد دي بي 4. فانا عايز الاول اكريت فولدر هو اللي هشيل كل الداتابيز دي، صح؟ ما اكيد الداتابيز دي هتبقى موجوده جوه فولدرز، صح كده ولا لا؟ اكيد. اسمي الفولدر ده وليكن اسمه دي بي، حلو كده، وهخليه يبدا بالدوت عشان يكون هيدن، حلو. فانا عايز اول ما ارن السكريبت بتاعي قبل ما اروح للسلكت اعمل حاجه معينه، ايه هي؟ هروح اسال سؤال اقول له اف في الدولار هوم بتاعك، عشان مش عارف مين اليوزر اللي عامل لوجن، صح؟ هل في فولدر اسمه دي بي موجود؟ صح كده اولاد؟ ليه عملت الدولار هوم هنا يا اولاد؟ عشان مش عارف هو مين اليوزر، صح؟ كنت ممكن اعمل دلتا، هي هي، صح كده ولا لا؟ اه تمام. طيب لو في فولدر موجود خلاص الدنيا تمام، لو مش موجود الفولدر ده فانت هتروح تكريته، ميك داير كريت لفولدر في الدوت بي، صح كده يا اولاد؟ تمام. حلو، كلام جميل. لغايه هنا ممكن نعمل هنا ايكو اي حاجه already exist عشان نبقى عارفين ان ده already exist. اديله بريك وخلاص يا باشمهندس. ماشي، بس انا كنت عايز بس عشان يبقى شايفين ان هو اصلا موجود، واحنا كنا ممكن نحدد دماغنا ونعمل عكس الكود، ما فيش مشكله يعني، ويبقى بس اف بس من غير else، بس انا عايز بس يبقى الموضوع احنا عارفين هنا بنقرا عارفين هو موجود ولا لا. ده already exist، احنا هنا هنروح نكرييت الفولدر، حلو، بتاع الدوت دي بي. حد كده من ده يا ولاد؟ معلش بس نصبر ثانيه بس الاذان يؤذن عشان ما اتكلمش والاذان شغال ونكمل. ماشي ماشي، تسلم. Thank you.
طيب نكمل يا اولاد. فاحنا كده اتاكدنا ان الفولدر بتاع الدوت دي بي موجود ولا لا. تعالى نعمل مثلا كده ls داش a، ممكن نعمل هيدن. ماشي، انا عندي بس كوماند يا اولاد، عندي الياس اسمه هيدن، انا عامله بيجيب لي كل الهيدن فولدرز. انا عملت هيدن على جريب دي بي، عندي فولدر اسمه دي بي اهو يا اولاد. حلو، فانا لو همسحه، حلو كده، عملت جريب على كل الهيدن مش عادي. حلو كده، عليكم بس الاريس يا اولاد. ده الاليس يا اولاد، فبعمل الاليس داش اي، بعمل جريب على اي حاجه فيها بتبدا بالدوت. وصلت كده يا اولاد؟ ده الاليس اللي بيجيب لك كل الهيدن فولدرز، طبعا من غير الدوت والدبل دوت. يعني احنا عملنا الاليس ايه يا اولاد؟ داش اي هيروح يجيب لك الدوت والدبل دوت، صح؟ الاليس داش اي كابيتال، ما بتروحش تجيب الدوت والدبل دوت اللي موجودين في كل الفولدرز. حطوا لكم هنا اهو الكود عشان لو عايزين يعني تعملوا حاجه شبههم عندكم. يعني وصل كده يا اولاد؟ تمام. طيب كلام جميل. طيب انا بقى عشان اكريت داتابيس لازم اروح اخد اسم الداتابيس، صح كده ولا لا؟ هعمل ريد، اقول له دخل الاسم، اقول له انتر نيم اوف داتابيس، صح كده، دخل اسم الداتابيس، صح كده ولا لا يا اولاد؟ بعد كده المفروض اروح اعمل تشيك بقى على اسم الداتابيس، هل بيبدا بارقام ولا مش عارف ايه والكلام ده، صح؟ خلينا فيري سيمبل الاول. انا افرض ان الراجل هيعرف يدخل اسم الداتا بيس، صح؟ انا كل اللي يهمني بس دلوقتي ان اتاكد ان هل اسم الداتا بيس ده موجود قبل كده، يعني هل في فولدر جوه الدوت دي بي بنفس اسم النيم اللي اخدته، هل في فولدر بنفس الاسم كده يا اولاد ولا لا؟ لو فانا هضرب له ايرور واقول له ان اوريدي الاسم ده موجود، صح؟ ازاي هكريت تو فولدر بنفس الاسم، صح كده ولا لا؟ صح. إلس لو مش موجود هروح اكريت له بقى، اقول له معلش ماشي ايكو سوري. This name already exist، صح كده، موجود اصلا ونعمل له ناقصه شنب، صح كده ولا لا؟ لو اسم الداتابيس ده مش موجود يبقى خلاص هنروح نكريت له ميك داير جوه الدوت دي بي، هنروح نكريت له الفولدر ده، صح؟ اسم الداتابيس ده، صح كده يا اولاد؟ طبعا ما انساش انه يفضل يا اولاد اعمل حسابي للسبيسز، صح؟ فاكرين كنا عملنا احنا حلينا مشكله السبيس بحركه نص كم كده؟ طبعاً انتوا لما هتجوجل ايت يعني وتستخدموا سيرش معاكم في البروجكت هتجيبوا حاجات اجمل من كده بكتير. فاحنا نقول له شيل كل سبيس وحط ايه اندر سكور، صح كده؟ صح كده يا اولاد؟ ده كده عشان ايه؟ تمام، عشان اي سبيس يشيلها.
نرموه في السبيس. طبعا اليوزر مش فاهم، هو اليوزر هيدخل السبيس، مين اللي فاهم ان هو كده كده بنشيل الداتا السبيسز؟ حضرتك صح، انت الديفلوبر، او مش هنشيلها، هنريبليس السبيس بالاندرسكور صح كده. تعال نجرب يا باشا، تعال نرن السكريبت بتاعنا. كان السكريبت بتاعنا ده اسمه منيو، قالك راح كانت لك الفولدر اللي اسمه دوت دي بي ولا لا يا اولاد؟ راح كانته. يعني لو فتحت كده يا اولاد الهوم بتاعي، عملت كنترول اتش عشان نعرض الهيدن فايل، هنلاقي دوت دي بي اهو صح كده، والفولدر فاضي دلوقتي يا اولاد. انا لو دوست واحد يا اولاد، فانا كده هروح كريت داتابيس، هيقول لي دخل اسم الداتابيس، هقول له اي تي اي مثلا، راح عمل لي فولدر اسمه اي تي اي ولا لا يا اولاد؟ اه تمام صح كده يا اولادنا. طيب لو رحت دوست واحد وقلت له اي تي اي تاني، هيقول لي sorry this is name of database already exists صح ولا لا؟ طب لو دوست واحد وقلت له اي تي اي سبيس مينا، راح كريت لي فولدر اسمه اي تي اي اندرسكور مينا يا اولاد صح؟ عشان احنا مهندلين. حد كده متضايق؟ لا تمام زي الفل. طبعا انت المفروض هنا بقى تتشك كامله على الاسم. ها انه ما ينفعش يبدأ برقم، انه يبدأ برقم ولا بيكونتين سبيشال ايه سبيشال كاركتر. صح كده اولاد. زي الفل. طيب تعالى نلست الداتابيز، عشان نلست الداتابيز لازم نتأكد ان الدوت دي بي موجود صح؟ صح كده، عشان نشوف الفولدرز اللي جواها صح كده ولا لا؟ اه تمام. لو الداش دي ال الفولدر بتاع الدي بي ده موجود، هنروح نعمل ls على الدي بي. طب احنا عايزين نجيب الفولدرز بس يا اولاد صح؟ افرض كان واحد كريت فايل بالغلط في الفولدر ده، فاكرين لما احنا كنا بنبقى عايزين نجيب الفولدر كنا بنعمل كده ls dash f دلتا، فكان بيجيب لك الفايل والفولدرز وكل حاجه ويقول لك ان الفولدرز اخرها سلاش صح؟ مش انا كنت ممكن اعمل جريب كده ولا باب لاين جريب اي حاجه بتنتهي بسلاش صح كده ولا لا؟ اه طيب انا السلاش مضايقاني عايز اشيلها، ممكن اعمل حركه نص كوم برضك من حركات من نص كوم، نقول له طار شيلها وحط سبيس صح كده ولا لا؟ فده كان بيجيب كل الفولدرز صح كده ولا لا؟ فاحنا هنعمله ليست للداتابيس. كل اللي احنا هنعمله هناخد الكلام ده يا اولاد وهنليست مين الدوت دي بي صح كده يا اولادنا. تمام كده هيليست لي كل الداتابيس اللي عندي. حد لغايه دلوقتي كده متضايق؟ سيبك من الكونكت، خلينا في الريموف. الاكزيت خلينا الاول في الاكزيت بريك صح، ان احنا هنخرج. لو دخلت له اي 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 حاجه تاني غير الخمس ارقام دول هنقول له invalid input المنيو نمبر من 1 لـ5 صح كده. تعال نشوف remove. remove انا عايزين نعمل ايه؟
عايزين ناخد اسم الداتابيز اللي احنا هنمسحه، فناخد نفس الكلام اللي عملناه في الكريت صح، ونتاكد لو اسم الداتابيز موجود صح. المره دي بقى مش هنقول له سوري، لا نقول له هنقول له ايكو ويل ديليت. هنقول احنا هنمسح دي وهنعمل ار ام يا اولاد باش ار لو اسم الداتابيز موجود اصلا، فاحنا كده نروح نمسحه عادي. دوت بي علامه الدولار ايه، سوري علامه الدولار دي صح كده يا اولادنا؟ حد كده متضايق يا اولاد؟ اه تمام. لو كان اسم الداتابيز مش موجود هنقول له سوري ذس نيم اوف داتابيز. not exist صح كده، مش موجودة أصلا صح كده أولادنا؟ طبعا بس عايزين exist هنا. حد كامل ده أولاد من الريموف؟ تعال نجرب بقى الريموف والكرييت والليست مع بعض. طيب لو أنا رنيت السكريبت بتاعي، أنا مسيف صح؟ لو رنيت السكريبت بتاعي هقول له 2 ليست، قال لي انت عندك اي تي اي واندرسكور اي تي اي اندرسكور مينا. طب قلت له لو قلت له عايز اكريت داتابيس جديده هسميها مثلا ستودنت، راح عمل لي كرييت صح. طيب لو عملت ليست دلوقتي 2 قال لي ان انت عندك اي تي اي واي تي اي مينا وستودنت صح كده ولا اولاد؟ طب لو قلت له انا عايز امسح داتابيس 4 قلت له امسح لي اي تي اي 5، حد بيتكلم يا اولاد؟ قال لي سوري ذس نيم اوف داتا بيز نوت اكزيست. طب لو دوست 4 كمان قلت له امسح لي اي تي اي هيقول لي ديليت اي تي اي صح. ممكن نزود حته بس في الكود ان احنا نعمل ايكو دان عشان يبقى عرفنا ان هو خلص صح كده يا اولاد. يعني ممكن نيجي هنا ونعمل حاجه بسيطه يعني ايكو دان صح، مش مشكله يعني. طيب خمسة خمسة اكزيت. ليه 5 ضربت يا ولاد؟ تعال نشوف ليه 5 ضربت. 51 فين 51؟ اه في هنا حرف غريب كده مش عارف ايه ده. لا 51 مفيش حرف غريب. ليه ضربت بريك يا ولاد؟ بريك مش ممكن والله يكون جود باي بس. وعشان تقريبا كنت حاطط هنا سيمي كولون يا ولاد. تعال نجرب كده سوري. خمسة اه اكزيت هنا تمام كده يا ولاد. طيب حد كده متضايق لغايه دلوقتي؟ الموضوع فيري سيمبل يا اولاد. طبعا برضك انت في الريموف لازم تتشيك على برضك اسم الداتابيز وتتاكد ان هو ما بيبداش بارقام والكلام ده صح. طيب نفس الكلام في الكونكت يا اولاد، هناخد نفس اللي احنا عملناه في الريموف وناخد اسم الداتابيز اللي احنا عايزين نخش عليها ونكونكت عليها صح كده. لو هو موجود بقى هنروح نعمل كونكت على الداتابيز، يعني هندخل جواها. لو هي لو اسمها مش موجود هنقول له not exist. طيب فانت ممكن تعمل بقى حاجه لطيفه هنا ايه بقى، هنروح نعمل فايل تاني بقى يا اولاد وهنسميه بقى المره دي menu underscore table عشان انا لما بكونكت على الداتا بليز يا اولاد بعد كده بقى عايز create table عايز create مش عارف select من التيبل صح، حاجات بتاعت بقى التيبل صح كده ولا لا؟ بتعمل كونسترين والبرايمري كي اه والحاجات دي وانسرت داتا والكلام ده صح كده ولا لا؟ صح. فانا هعمل بقى منيو ثانيه المره دي بقى كرييت تيبل صح كده ليست تيبل بقى ليست الفايلات اللي عندي مفيش بقى كونكت داتابيز هكتب له سيلكت بقى
سيلكت تي بي، هكتب له بقى insert table او insert data يعني table، صح؟ هكتب remove table، تمسح التيبل اصلا. في delete from table، تمسح من التيبل اصلا، صح كده؟ وهكذا يعني يا اولاد، شويه الحاجات بتاعت التيبل يعني، صح؟ تمام، كلام جميل. طيب فانت عايز لما تكونكت على الداتابيس تروح تنادي الفايل بتاع المنيو تي منيو دي بي دوت اس اتش ده، صح؟ فهنا بقى هيجي لنا مأزق. هل انت هبعت له البارامتر يا اما اعملها باللي هي السورس؟ بس عندنا، خلي بالك عندنا مشكله، ان انت لازم عشان الفايل ده يتعمل له كول باسمه، يتعمل له كول باسمه بس تكون مضايفه في الانفايرمنت باس، صح كده؟ يا اما يا هندسه، يا اما يا هندسه تناديه بالاسم كامله، بالباس كامله. فانت هنا بقى في تشالنج شويه، انت مش عارف الراجل حاطط ملفات السكريبت اللي هو بيرن منه ده فين، صح؟ فانا ممكن انا ابقى برنه بس واحد تاني هياخد مني ملفاتي ويحطها في اي حته ويرنها، صح كده ولا لا؟ وصل كده يا اولادنا؟ فدي تهندلها، ان تخلي اليوزر بقى يرن من الفولدرز بتاعت اللي انت هتبقى حاطط فيها الملفات. انا عايز بقى هندلها بشكل بروفيشنال، حاجه زي كده يعني، فكر فيها ازاي تعملها، فافكارها سهله يعني، تبقى فاهم انت السكريبتات دي انا عايزها لما اخد الفايلات دي يا اولاد ورانها عندي على الجهاز تشتغل، هي مش شغاله انت بس عندك انت، ها؟ فانت مثلا لو انت ضايف العنوان ده يا باشا عندك في الباص، هل انا ضفت عندي في الباص؟ انا كمينة اللي هناقشك في البروجكت اصلا؟ لا. فتخلي بالك بقى من حته زي كده، وصلت؟ انا ممكن اللي هو اروح جاي طابع البي دبليو دي بتاعي في الباص. صح، كلامك مظبوط، بس انت الكلام ده لو انت بترن من جوه الاماكن الفايلات، صح؟ كلامك مظبوط لو انت بترن من هنا، وصلت؟ معلش مش متوضحها بس عشان مش انا عندي مشكله هنا في كولينج الفايل. الكولينج الفايل ده فيه تشالنج، صح؟ الفايل اللي فيه السكريبت بتاعي، انا دلوقتي حاطط السكريبت ده في ميوزك بانش ويف باش كوماند مينا دي بي دوت اس اتش. انا مينا هنا، انت اسمك ايه هندسه اللي كلمني؟ مصطفى. دلوقتي انت مصطفى لما هتاخد لو انا اديتك الفايلات بتاعتي دي اللي هي منيو دوت داتابيز والمنيو اندرسكور تيبل دوت اس اتش، وديتهم لك وانت عايز تشغلهم، فهنا الحل ايه بقى؟ هل انت عندك بانش ويب باش كوماند ده؟ لا. فانت كده ايه، لازم مثلا بقى يعني شوف حل حاجه زي كده، مش عايز ادي حلول يعني، عايزك انت لو تفكر يعني عشان اجيب الباص بتاع الفايل اللي هو فيه دلوقتي حاليا. فانا عايزك تعرف يعني من الاخر يا اولاد، من الاخر عشان بس اوضح لك اللي انا عايزه، بغض النظر ايه الطريقه اللي انت تعملها، انا عايز لما اخد السكريبتات دي بتاعتي انت تديني الملفين دول اشغلهم يشتغلوا ما يضربليش عنوان ايرور. شوف بقى انت الطريقه ازاي انه تخلي الكود بتاعك يشتغل على اي ماشين. تمام، ان انا بخلي الباص بتاعي دايناميك او بيتغير على حسب المكان اللي هي فيه. شوف بقى انت هتعمل ايه. تمام ماشي زي الفل، حلو كده يا اولاد. خلي بالك انا مش معنى ان انا رنيت السكريبت ده يبقى انا واقف دلوقتي عليه، ها؟ مش واقف على عنوانه، مش شرط. فانت اقعد جرب بس كده وفكر فيها وشوف هتحلها ازاي. طيب لغايه دلوقتي هنا كده الدنيا لطيف، انا عشان كده ضايف الكلام ده في الباص انفايرمنت يا اولاد، فمش هرنه بعنوانه، هرنه باسمه
فهقول سورس منيو اندرسكور دي بي دوت اسنج. حلو كده يا ولاد؟ تمام. طيب سوري بقى مش منيو اندرسكور دي بي، هيبقى تيبل بقى عشان انا عايز افتح الفايل التاني، صح؟ تمام. حلو، بس لازم بقى اروح ادي له اكسكيوتابل الاول، صح كده يا ولاد؟ غير المود بتاعه. ch mod user plus x. معلش يا ولاد حد يتاكد كده ان الريكورد شغال، عشان انا مش عارف ليه الوجع يعني. لا شغال المفروض فوق. ماشي طيب. حلو كده زي الفل. حركه صايعه بقى. ايه بقى الحركه الصايعه؟ احنا هنباصي اسم الداتابيز معانا، هنستقبله هناك فين؟ لما هيجي هنستقبله في الفايل التاني بقى باسم ايه؟ الدولار وان، صح؟ اه زبط. انت ممكن مثلا تعمل فاريبل اسمه current database، صح كده؟ ناخد بس الماجيك لاين. وممكن بقى تعمل حاجة لطيفة، تعمل ان بي اس 3 بي ايكوال الكرنت داتابيز ده، وتعمل كده ايه اتنين بق سمكه كده مثلا. فانت كده هتبقى عارف انت عامل لوجن على انهي داتابيز، صح كده ولا لا؟ وبراحتك بقى. وبراحتك عايز تعمل لوجن عليها، تعمل لوجن عليها ماشي، عايز تشتغل بالابسوليوت باس ماشي براحتك. طيب انت كده كده معاك الابسوليوت باس اهو، عايز تعمل سي دي عليها ماشي، عايز تشتغل بالابسوليوت باس براحتك، بس انا ما عنديش مشكله ان انت تشتغل بالابسوليوت باس طالما فيها دلتا. حلو، ده الاحسن يعني. انت قلت ايه لازمه البيس 3 ده يا باشمهندس؟ بتجيب لك يعني، هوريها لك دلوقتي. خلينا هكتب بس هنا اي كلام يا اولاد ماشي، هكتب هنا اي كلام، وليكن مثلا ايكو علامه الدولار فار. حلو، وتعال نجرب كده السكريبت بتاعك. هوريك دلوقتي، انا مش ناسي السؤال يا وري هندسه، هوريك دلوقتي فايده البيس 3. دلوقتي انا لو رنيت السكريبت بتاعنا بقى بتاع المنيو دوت منيو دي بي دوت اس اتش، رحت مثلا يا اولاد لست الداتابيز، هخش على هعمل كونكت على الداتابيز، هقول له لو سمحت دخلني على اي تي اي مينا. هنلاقيه دخلنا على الفايل يا ولاد، على سوري على الفايل ده، على المنيو تيبل، وعمل لي المنيو بتاعت التيبل يا ولاد، والمره دي جايب لي بقى بيست 3. انا عامل لوجن على انهي داتابيز، صح كده ولا لا؟ اللي انا بكتب فيها الانبوت بتاعي او السيلكت. اه بالظبط، صح كده؟ ايوه يا باشمهندس. وصلت كده يا ولادنا؟ فانت تبقى عارف انت عامل لوجن على انهي داتابيز، صح كده ولا لا؟ حد كده متضايق يا ولادنا؟ اه تمام. انا شايفين يعني الاركتيكشر از فيري سيمبل، صح ولا لا؟ هنسيب لك بقى انت دول تبتدي تتعامل معاهم. كلام جميل ولا ايه الدنيا يا بلاد؟ هو انا التيبلز كده هبتدي اعملها كاري ولا ببقى اعملها ازاي؟ معلش. حاضر، هتتفرج على الفيديو بتاع ازاي تفكر في البروجكت، مفيش مشكله، بس هتعمل التيبلز عباره عن فايل، يعني هتبقى الداتابيز بالنسبه لك فولدر والتيبلز فايلات. طيب تمام. وصلت كده اولادنا؟ باشمهندس، هو السيلكت هي اللي بتطبع لي المنيو؟ يس، هي بتطبع لوحدها، بتطبع المنيو وتعمل لوبينج وتستنى منك انبوت، بتعمل ثلاث حاجات. تمام. لو انا ما حطيتلهاش اي يعني اي كونديشن ان هي تخرج، هيفضل يعمل انفينيتي لوب؟ اه طبعا.
وصلت؟ تمام. أي أولاد. تمام؟ طيب. آه.